مير أورفي محامية تدافع عن حقوق الإنسان في مدينة تشكل مركز منطقة صراع دولي. سرينغر مدينة يقطنها الملايين تقع في الجزء الخاضع للحكومة الهندية من كشمير، وكشمير منطقة ذات غالبية مسلمة تتنازع عليها الهند والباكستان منذ عقود. تخوض مير أورفي معارك قانونية صعبة للدفاع عن حقوق الناس البسطاء الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لعنف الدولة، وظيفة محفوفة بالمخاطر. أشعر بالخوف نوعاً ما، لكنني تعلمت التعايش معه. بالنسبة لمير أورفي يبدأ اليوم بصلاة الفجر، فهي مسلمة متدينة ولدت في كشمير، ومنذ طفولتها كانت تبحث عن ذاتها وهويتها. في البداية كانت تريد أن تصبح صحفية، لكن والدها وأحد المقالات الصحفية أقنعها بدراسة القانون. مير تستعد لقضاياها بقراءة الملفات والتحدث إلى موكليها هاتفياً، وبصفتها محامية جنائية فهي تهتم بأدق التفاصيل، لا تدخر أي جهد في البحث والتحضير، فهذه مسؤوليتها كمحامية كما تقول، لا سيما أنها في كشمير. دور المحامي يحظى بأهمية خاصة، ليس في كشمير فحسب، بل في كل مكان يشهد نزاعاً سياسياً. فغالباً ما يساء استخدام القانون ضد الأشخاص العاديين الذين ينتهي بهم المطاف سريعاً في السجن. بعدها يأتي دورنا نحن المحامين لرفع الأمر إلى المحكمة. وهذا بالضبط ما تستعد له مير أورفي اليوم في المحكمة، وهي تتوجه إلى هناك بالسيارة عبر مدينة سرينغر. زوجها محام أيضاً، وفي طريقهما إلى العمل يناقشان القضايا التي تنتظرهما اليوم. أيتعين علي تقديم طلب كفالة أم انتظار الشاهد؟ العيش في منطقة صراع مثل كشمير ليس بالأمر السهل كما تقول أورفي، وقد أدركت ذلك أكثر بصفتها محامية. هناك دائما حالة من الخوف والتوتر في كشمير، قوات الأمن منتشرة في كل مكان، ويمكن إيقاف أي شخص أينما كان. يمكن لأي شرطي أو ضابط أو شخص يحمل سلاحاً دخول منزلك في أي وقت. شعور الأمان الذي يجب أن يتمتع به الإنسان المسالم ليس متوفراً، سواء ارتكب المرء خطأً أم لا. في محكمة سرينغر ينتظر البعض قدومها، وهم يأملون في الحصول على مساعدتها، وقد زاد عدد هؤلاء في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، فالشعور بالخوف وانعدام الثقة بين الناس يزداد باضطراد. أورفي تقول إن ذلك يعود إلى إساءة استخدام القوانين التي صيغت بشكل غير دقيق لاعتقال أشخاص معارضين ودون وجود فرصة لإطلاق سراحهم بكفالة. قانون السلامة والأمن العام غامض ومبهم في صياغته. هذه المرأة تطلب المساعدة بعد اعتقال ابنها بموجب قانون الأمن العام. مير أورفي تحاول طمأنتها وتطلب منها التحلي بالشجاعة. أورفي تقول إن قانون السلامة والأمن العام يسمح باعتقال أي شخص تصنفه السلطات الأمنية على أنه خطر على الدولة. شاكيل أحمد بهات عمره 39 عاماً، أمضى قرابة 25 عاماً في السجن بسبب احتجاجه على السلطات الهندية.
وفي كل مرة يعتقل فيها آخرون يتم اعتقاله أيضاً، وآخر مرة كانت قبل عامين بموجب قانون الأمن العام. أورفي ترافعت عنه مراراً. في كل يوم ذكرى أو عيد استقلال أو يوم الجمهورية أو في أي حدث مهم أو عندما يزورني وزير مثلا، تقوم الشرطة باعتقالي ويتم توجيه التهم لي وعلي إثبات براءتي. شاكين كان صغيرا في السن حين اعتقل بسبب الاحتجاج، وهو يقول إن عائلته بأكملها مستهدفة الآن من قبل السلطات. شقيقه الأصغر سجاد مسجون منذ 4 أشهر بموجب قانون الأمن العام. وزوجة شقيقه تبسم تقول إنها غير متأكدة مما إذا كانت ستراه مرة أخرى. أنا قلقة وأشعر بالوحدة، وأشعر بأن الأشهر الأربعة باتت 4 سنوات. الأطفال يفتقدون والدهم كثيرا. عندما ألقي القبض على زوجي، أخذ الأطفال يبحثون عنه ويسألونني لماذا اعتقلته الشرطة، وقد عرفوا أن آخرين اعتقل أبوهم بموجب قانون الأمن العام، وسألوا ماذا يعني ذلك. تبسم تقول إن الشرطة تستدعي زوجها مرارا منذ أن تزوجا، وتعتقله مرارا لعدة أيام دون إبداء الأسباب. لقد حدث ذلك مرارا وتكرارا في العامين الأخيرين. في صيف عام 2019 ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ذات الاتجاه القومي الوضع الخاص الذي كان سائدا في المنطقة. بعدها فرض إغلاق عام طويل، وقطعت الاتصالات وشنت حملة اعتقالات. الوضع الخاص الذي ألغي عام 2019 كانت السلطات الهندية قد منحته لكشمير بعد الانفصال الدموي بين الباكستان والهند عام 1947، والذي أعقبه مطالبتهما بالسيادة على كشمير. السكان وعدوا باستفتاء عام لتقرير البلد الذي يرغبون في الانضمام إليه، لكن هذا الاستفتاء لم ينظم قط. كشمير المشهورة بجمال جبالها ووديانها وبحيراتها لم تنعم بالاستقرار منذ ذلك الحين، وقد أصبحت واحدة من المناطق العسكرية في العالم. شوارع سرينغار تبدو آمنة، لكن بحسب ما تقول أورفي فإن كشميريين كثيرين باتوا يشعرون وكأنهم غرباء في وطنهم. احتجاجات سلمية ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب لهم أحياناً في مشاكل قانونية. عندما ألغي الوضع الخاص في كشمير قبل عامين، لم تحدث احتجاجات كثيرة، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الواسعة. إذ اعتقل نحو 5000 شخص بحسب الحكومة، وبعدها يدعون بأن ما جرى هنا هو لصالح الناس وراحتهم. لماذا يفرضون إذن حظر التجوال؟ لأن الحكومة تريد تخويف الناس هنا. قانون حفظ الأمن العام ينتهك منذ عقد التسعينيات، لكن الوضع ازداد سوءا منذ عامين. بات عمره 30 عاما ويعمل تاجر تجزئة، وهو أيضا يشعر بأنه تحت مراقبة قوات الأمن دون وجه حق. القواعد الصارمة الجديدة لم تدخل حيز التطبيق بعد كما يقول، لكنه وجد نفسه منقولا إلى سجن يقع خارج كشمير. بعدما أطلق سراحي بقيت تحت مراقبة دائمة. لطالما استدعوني للحضور إلى مركز الأمن لم يكن بمقدوري عمل شيء، وإذا رفضت الذهاب إلى هناك فسيأتون في منتصف الليل. كلنا نشعر بالخوف. بات يعتقد أن سبب تعرضه للملاحقة الظالمة هو أنه ينحدر من ضاحية في سرينغار تعد مركزا للاحتجاجات. الشرطة أخبرتني بذلك بكل وضوح، وقالت إذا حدثت قلاقل هنا في المنطقة فسيأتون إلينا وينقلوننا إلى السجن دون أي تحقيق.
أكيب يقول إنه يعيش في خوف دائم ليلاً ونهاراً. خوف بدلاً من حرية الرأي، سكان كثيرون في كشمير ممن تحدثنا معهم أخبرون بأشياء مشابهة. لكن ممثلي الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا يقولون إن حرية الرأي مكفولة دون قيود في كشمير، والنظام القضائي الهندي شفاف، وكل من يخرقه سيواجه تبعات قانونية. لكن ألطاف تاكور المتحدث باسم الحزب الحاكم مقتنع بأن شيئاً من الخوف أمر مفيد. خوف هذا ضروري. من يواجهون الحكومة الهندية في وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بالخوف. لن نتمكن من تحقيق شيء إن لم نزرع بعض الخوف في نفوس من يناوئون الشعور القومي. منذ إلغاء الوضع الخاص توجد هنا شفافية ومسؤولية عن الأفعال. لا أعرف من يحق له تعريف القومي والمناوئ للقومية. أسأل كل الأحزاب السياسية ما إذا كانت ترغب في تصنيفها كأحزاب قومية، إذا اعتبرتها فئات كبيرة من الشعب أنها ليست قومية. مير أورفي تحتاج إلى استراحة. بعد قليل ستذهب إلى المنزل، لكنها سترتاح قليلاً في مقهى. إنها سعيدة بدعم عائلتها لها. رغم المخاطر فهي على قناعة بأن أعمالها ونشاطاتها تحت المراقبة وأن السلطات تتنصت على هاتفها. المخاطر موجودة في كل الوظائف. ربما توجد مخاطر أكثر بقليل في مهنتي، خاصة بسبب نوعية الحالات التي أهتم بها، لكنني أؤمن بالقدر. فإذا كان هناك شيء ما سيحصل فإنه سيحصل. المرء يشعر بالرهبة لكنه يعتاد على ذلك. مير تحب مهنتها كما تقول، وستستمر في مزاولتها طالما كانت قادرة على ذلك. لكن في هذه اللحظة كما تقول مير، حان موعد عودتها إلى عائلتها.